اشنو هاد الشيء؟ واش هذا حق ولا اشنو؟ ماشي حق، واش هرسوا لي ولادي ولاد ولادي وبناتي؟ علمونا ما تشاوروا معانا، ما قالوا لينا حنا جايين، صبحوا علينا على الصباح، قلنا عطينا عاد 3 ايام ولا 4 ايام، عندنا بهيمنا، عندنا ولادنا، ما عندناش باش نعيشوا. الناس بادين بالحجاره، الحجاره ما تلاحظوا، هادشي خطير 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 جدا على هاد الساكنه اللي اليوم راه تشردت. ما عرفتش واش اليوم كانت ساكنه، اليوم صبحت مشرده. السلطات المغربيه المخزنيه تقوم بالاستيلاء على اراضي مواطنيها، عمليات هدم باحياء مدينه صخيرات، ترحيل وتشريد عائلات لها حق امتلاك اراضيها. المخزن يستولي على أراضي شعبه دون تعويض لهم، بعد اتفاق كان بين المواطنين والنظام المخزني على إيواء السكان. ها هو المخزن يتنصل من هذا الاتفاق ويقوم بهدم والاستيلاء على أراضيهم دون أي إشعار مسبق أو تبرير، لتندلع احتجاجات واشتباكات كبيرة بين القوة العمومية التابع للنظام المخزني وسكان هذه الأحياء. تدخل السلطات كان بذريعة عدم امتلاك المحتجين لرخصة تسمح لهم بتنظيم المسيرة الاحتجاجية، ليتطور الوضع بعد ذلك إلى اشتباكات وجدت القوة العمومية نفسها وسط وابل من الحجارة. النظام المخزني يبقي على ممارساته الخطيرة ضد شعبه بغياب تام لحقوق الإنسان من عيش كريم داخل وطنه. الحكرة لو كنا كان عندنا استعمار نقدروا نقولوا احنا راه مستعمرين من واحد الدولة، ونقدروا نقولوا احنا راه في حرب، وحنا انا منطقيا كنحللها مع راسي كنقول واش انا كنعيش حرب في الدولة ديالي؟